متواصلين مع بعضنا حتى للثمانية في النص ساعة الأخرى. زلنا نحكي هوند وباش نحكيو على آخر تطورات تجميد فريق الاتحاد الرياضي التميمي. شنو صار؟ نحكيو زادة على البيان اليوم تاع رئيس بلدية منزل التميم، لكن زادة في مواكبة الكلاسيكو النجم والأفريقي نجم الرياضي الساحلي ثلاثة بلاش، سليمان كوليبالي في دقيقة 28، إيهاب المسيكني في دقيقة 30، وسليمان كوليبالي يرجع في دقيقة 59. سينون الميطون في بين بن قردان والمنستير اللي اتحاده اللي يستضيف الاتحاد المنستير يستضيف اتحاد بن قردان، واحد بلاش للاتحاد الرياضي ببن قردان وهدف فخر الدين العوجي في دقيقة 27. معاذ باش نحكيو على فريق معناها مانيش باش نحكي عليه انا منزل تميم في الهوند، معناها الهوند في تونس ما نجمش يكون كان فماش منزل تميم بار اكزومبل، مش ما نجمش يكون، معناها ما نجمش يكون بلاش منزل تميم، ما نجمش يكون بلاش بني خيار، ما نجمش يكون بلاش صياده، بلاش الميدا، بلاش المكنين، بلاش هالمدارس الكبيره. اليوم يتجمد النشاط نتاع منزل تميم، هات نرجع علاش تجمد النشاط. الناس اللي تتسائل تقول لك كيفاش يتم تجميد نشاط فريق في وسط الموسم، شنو اللي صار بالضبط معاذ؟ اولا الملف امين يعطيك الصحه انه اعطيتني المساحه اني باش نتحدث في الملف هذايا، مش من عاد يعني نتحدث على ملف يكون من موضوع قضيه منشوره، خاصه لما تعرف انه لجنه التاديب يتراسها استاذ معاذ بن زيد والملف مازال معناتها في طور التحقيق. لكن اليوم باش ننزع اليوم جبت معناتها رئيس لجنه التاديب باش تتحدث كمسؤول رياضي كعضو مكتب جامعي في وضعية معناتها نادي كبير صرح كبير، واليوم اعتبر في اعتقادي في تقييمي الشخصي انه ضحية اليوم صراع كبير وتهاون معناتها من ناس من اطراف على المستوى المحلي، ناس اليوم معناتها واضح يعني قاعد نواكب في الاحداث، قاعد نشوف في تصرفات صبيانية كي تحكي لي على اليوم وهاوية جدا معناتها كي نشوف اليوم ردود الفعل متاع المجلس البلدي بمنزل تميم وهابش نفسر ونقول انه نجم نقرأ معاذ اليوم قبل ما تقرأ البيان نعطيك الفرصة باش تقرأ البيان، ما يهمنيش البيان معناتها لا باش الناس تعرف بيان معناتها مضحك اليوم فهمتني مضحك، لانه وضعية منزل تميم اليوم اتحاد رياضي تميمي كارثية، وباش نقول لكم راهو رياضيا النادي هذا الجامعة بالذات عملت له قول أنا معاملة خاصة، وتعرف أنه النادي هذا ممثل في المكتب الجامعي ممثل عن طريق شخصية معناتها رياضية مرموقة أستاذ وسي معناتها حسين بناني أمين المال في خطة مش سهلة، إنسان يحظى بالاحترام وإنسان معناتها محترم في الجامعة ومبدئيا يكون صوت منزل تميم لازم يكون واصل في المكتب الجامعي. أنا أقول لكم شنو الإشكال في اتحاد رياضي تميمي، اتحاد رياضي تميمي كانت عنده هيئة، الهيئة هذه استقالت ورئيسته السابقة استقالت يوم 10 جانفي 2020 تقبل هذه الاستقالة رسميا عن طريق مندوبية الجهوية للرياضة بنابل، والسيدة المندوبة قامت بمجهود كبير لاحتواء معناتها أزمة اتحاد رياضي تميمي، ولكن وقع قبول الاستقالة يوم 10 جانفي 2020. فيما بعد وحيل هذا الملف على أنظار جامعة تونسية كرة اليد، لقينا انه فما معناتها هيئه تسييريه مشات للانتخابات، صارت انتخابات يوم 27 جانفي كمانيش غلط 27 جانفي 2020، واسفرت عن تنصيب وانتخاب هيئه جديده برئاسه السيد سامي المتير. المندوبيه الجهويه للرياضه بنابل والجامعه التونسيه كره اليد على نفس معناتها نقول انا اليوم الوتيره على نفس الخط، عاينوا انه الاجراءات صحيحه والجامعة أذنت بتحيين بيانات الاتحاد الرياضي تميم، واليوم عندها الاتحاد الرياضي تميمي هيئة شرعية برئاسة السيد سامي المتير. بربي باش نقاطعك معاذ خاطر بونتو أفوار بالنسبة للناس اللي تبع في المباراة بونتو للمشاهدة، وأنت نعرفك مغروم شوية بالكرة، خليل القصاب بونتو تذليل الفارق للنادي الإفريقي مزيان البونتو معاذ صحيح تفهم كرة بون مش هوند برشا ما مش كان هوند يظهر تفهم حتى فوت اكيد اكيد كنا ديما في موجودين في المدارج واحنا صغار وفما علاقه كبيره بين جامعه كره القدم وكره اليد. نكملوا في اللي صاير
أكيد. فأمين بعجالة نحب نقول أنه الجامعة التونسية كرة اليد، وزارة الشباب والرياضة في شخص معناتها ممثلة في المندوبية الجهوية بنابل، تصدر قرارات واضحة أنه اليوم فما هيئة شرعية واضحة وقع الاعتراف بشرعيتها من طرف الهيكل الرياضية في تونس. اليوم شنو نلقى؟ نلقى أنه اليوم الهيئة السابقة هذه تسول وتجول. الهيئة السابقة هذه اللي أنا شخصيا جاني ملف كامل اليوم كجامعة تونسية، ونحب نفسر أنه الجامعة تسير مرفق عمومي حسب الفصل 9 من قانون الهيكل الرياضية قانون 95، احنا نسيره مرفق عمومي. نحب نقوله جمعية كما جمعية الكل كما الاتحاد الرياضي التميمي زادة يتمتع بتمويل عمومي، من الجمش يكون خارج عن سيطرتنا القانونية، ومن الجمش الجمعية هذه تكون خارج عن سيطرة وزارة الشباب والرياض. فكن أكد لك أنه اليوم قاعدين نشوفه في شبهة قوية، قول عاود قول شبهة قوية، في أنه قاع استنزاف أموال جمعية عن طريق هيئة غير شرعية. نقول لك اليوم أنه الهيئة الجديدة هذه غير قادرة اليوم، واضح عندي الملف كامل اليوم، على استرجاع اليوم الحساب البنكي للجمعية، وأنه نعطيكم حتى سكوب حاجة حشم أنه منحة اللي تثبت من طرف وزارة الشباب والرياضة يتم اليوم استحواذ عليها من طرف الهيئة السابقة اللي ما عندها حتى صفة. اليوم أموالكم يا شعب منزل تميم اليوم تحت تصرف من ليست له صفة في ذلك. اليوم الهيئة الشرعية اليوم مش قاعدة تخدم على روح. معاد سمحني في النقطة هذه، كيفاش فلوس الوزارة تنجب تاخذهم هيئة قديمة ما تمشيش للهيئة الجديدة؟ يعني الحساب البنكي قاعد تحت ذمة الهيئة لأن في غياب تقارير مالية. مم حتى اللوكال سمعت ما حبوش يعطيهم اللوكال. وكذلك وأنا باش نجيك علاش وقع اتخاذ قرار التجميد اليوم. الجامعة كانت ما كانتش قاعدة خذت قرار التجميد. بتاريخ 21 أوت سي حميدة يجيني ملف كامل ويجيني عقد معرف عليه بالإمضاء من طرف الرئيسة السابقة للاتحاد الرياضي التميمي، معرفة بصفتها كرئيسة للاتحاد الرياضي التميمي طالبة انتداب مدرب والمصادقة على عقد تدريب. هذه حالة تدليس. وقفنا كل شيء اليوم، معناتها اليوم تفحى الكيل، اليوم رعينا معناتها الجمعية هذه، اليوم وصلنا لدرجة من المسؤولية ندخل جامعة كمسؤول قديم كهيئة قديمة ونتعاملوا بأوراق وأختام معناتها جمعية وإحنا معناش صفة في ذلك. يقول لك معناش ما عنديش صفة في ذلك بقرار من الجامعة التونسية كرة اليد ووزارة الشباب والرياضة. فاليوم اللي قاعد يصير عندي حالة تدليس اللي بشتقر أنت البيان هاي. لأنه فما حاجة أنا الحقيقة صادمة بالنسبة لي في البيان. باش نقرأ البيان. حول تسير بين أول وبين ثاني. حول تسير جمعية الاتحاد الرياضي التميمي لكرة اليد، هذا البيان اللي هبط اليوم. بيان البارح. أي خلنا نقرأه اللي هبط اليوم. لا لا يهمني ساعة البارح. مين في بعد خليك. البارح البارح على ما يبدو فما المجلس البلدي مش عارف تعرف اليوم بلدية عليها تطبيق قرارات الدولة. يقول لك أنا اليوم الجامعة أمثل الدولة وسير مرفق عمومي وعندي وزارة الرياضة اللي هي تمثل الدولة في قطاع الرياض. نقول لكم راهو فما هيئة شرعية. نقرأ لك بيان البارح. بيان البارح. نحن أعضاء المكتب البلدي بمنزل تميم منعقد يوم الجمعة ذا 11 سبتمبر ذا اللي قبل الأخراني معناه قبل خراج اليوم اتخاذ إجراء تحفظي فوري لتجميد النشاط الرياضي لجميع الأصناف في اختصاص كرة اليد لجمعية الاتحاد الرياضي التميمي ومنعها من النشاط الرياضي إلى حين البت في الملف التأديبي عدد 5 مكرر لسنة 2020 بصفة نهائية من طرف اللجنة. دعوة الهياكل والجمعيات والأطراف المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة اليد إلى العمل بمقتضيات القرار الفوري موضوع النقطة 1 من قرار اللجنة التأديبية. نندد وندين بشدة هذا القرار التعسفي المفاجئ والمجحف الذي لم يراعي مصالح جمعية الاتحاد الرياضي التميمي ولا جمهورها ولا محبيها. نعبر عن استيائنا واستنكارنا لعدم تشريك المجلس البلدي بمنزل التميم في إيجاد الحلول المناسبة باعتباره الممول الرئيسي للجمعية والمالك للقاعة المغطاة والملاعب الرياضية بالمدينة والمتعهد بمصاريفها والمتابع والساهر على نشاطه. ندعو المكتب الجامعي لكرة اليد واللجنة المركزية للتأديب لترأس أنت بينسيور للتراجع فورا عن القرار المتخذ في حق الجمعية بإلغاء المباراة المقررة مع جمعية المنزه الرياضي. ندعو إلى عقد اجتماع عاجل في بداية الأسبوع المقبل مع هيئة الجمعية وأعضاء المجلس البلدي لحل الإشكال المتعلق بالجمعية. إجراء المقابلة المقررة
إغاؤها وإعلام السلطات بذلك فورا. ومن بعد البيان نتاع اليوم، البيان نتاع اليوم باش نقراو كل شيء باش نعطيك الكلمة، تفاعلا مع مجريات الأحداث المتعلقة بجمعية الاتحاد الرياضي التميمي لكرة اليد وما يحف بها من تعقيدات قانونية تتعلق بهيئتي الجمعية المتنازعتين قضائيا على شرعية التسيير، وتفاديا للأضرار التي قد تلحق بالجمعية وخاصة منها تجميد النشاط الرياضي لكافة الأصناف وإلغاء المباريات لبقية الموسم الرياضي وما قد ينجر عنه من عواقب وخيمة، وفي نطاق تحمل البلدين المسؤولية تجاه الجمعية باعتبارها هي الممول الرئيسي ومالك القاعة والمتعهد بجميع نفقاتها، وسعيا لفض كل هذه الإشكاليات من شأنها الضرر بالجمعية ومحبيها ومخارطيها، وبصفتي رئيسا للمجلس البلدي بمزمين فإني أتحمل مسؤوليتي كاملة وأعبر عن استعدادي التام لتسيير الجمعية لما تبقى من الموسم الرياضي 2019-2020 في انتظار الوصول إلى حلول قانونية تحسم النزاع القضائي المتعلق بالتسيير والإشراف عن رئيس البلدية صابر بن رحوم. اللي كتب له يذل البيانات هذه فكاهي فكاهي. ونحب نقول لك في خصوص البيان الأول نعطي فقط رأي سطحيا، لأنه يعني حتى حد من يجي يدخل في عمل لجنة تأديب متكونة من محامين وقضاة ناس متمكنة من القانون الرياضي، لكن نقول لك اليوم كي تطلب مني يعني نشاور معك نجمش نشاور معك في مسائل تهم القضاء الجزائي، نجمش ترتكب جريمة اليوم بمقر الجامعة وفما شخص يدخل ويدلس صيفة كاملة وينتحل صيفة، واليوم نتستر على المسألة العملية متنجمش تكون موضوع مقايضة ومزايدات أو اليوم مفاوضات، العملية بسيطة. اليوم لازمني نحيل الملف هذا القضاء الجزائي، وقفت اليوم نشاط الاتحاد الرياضي التميمي، سنة معناتها المستوى معناتها كتير برشا اليوم على مستوى المعاملات، انه يدخل شخص ما عندوش صفه يعرف روحه اليوم ما عادش عنده صفه، واليوم يحاول انه اليوم ياخذ حق غيره. هذه المساله الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه سمعت بالله سمحني الهيئه جديده، وين الهيئه جديده؟ هي جديده على ما يبدو تسارع واحد تسارع اليوم خيتو. عاده كيفاش تتم العمليه وقت اللي تصير انتخابات وتاخذ هيئة معناها بدواليب التسيير؟ عادة محضر الجلسة التأسيسية يتصب حتى على مستوى البنك، الحساب الجاري متاع الجمعية يتعطى محضر الجلسة باش تعرف البنك شكون الفيزافي شكون من اللي باش يجيب الفلوس. جاوبك انت حطيت صبك عداء. انا اليوم كجامعة لازم يكون محايد، انا خدمت خدمتي والمندوبية خدمت خدمتها، واليوم اعطينا القرار انه عيننا شرعيه انتخاب هذه الهيئه جديده. المعلومه اللي عندي اليوم لانه انا طرحت السؤال في اطار معناتها اليوم استماع لممثل الاتحاد الرياضي التميمي في اول جلسه عقدت معناتها عند 3 ايام، يقول لنا راهو في غياب تقرير مالي البنك اليوم لم يسمح لنا معناتها بتحيين البيانات واسترجاع الحساب البنكي. واليوم اذا كان فما شخص يرفض يحاسب على الاكزرسيس 2018-2019-2020 فما عمليات ماليه كبيره، وانا عندي فكره شفت راهو فما امور كبيره خطيره قد تصل الى القضاء الجزائي، واليوم فما معاملات كبيره ما مشاتش اليوم انا نقول للاتحاد الرياضي التميمي مشات الى اماكن اخرى. كل اسف نشوف زوز لاعبين كبار في دور نهائي مع الترجي هذه التونسي، ونعرف مخزون اللي تخرج فيه، ونعرف انه جمعيه كبيره كيما الاتحاد الرياضي التميمي يقوم على تصدير وبيع المواهب الشابه وينجم يعيش، معناتها جمعيه اليوم تنجم تعيش فما ديمومه ولكن اموالها ويني، فماش عندهاش تقارير ماليه. واليوم احنا عندي ملف قانوني ممسوك لكل جمعيه، انا ما عنديش تقرير مالي، لكن انه نوصلوا نرتكبوا جريمة تدليس ويدخل شخص معاش عنده صفة مسؤول سابق ويقوم بإيداع عقده معرف عليه بالإمضة ويستعمل في أختام ومطبوعات الاتحاد الرياضي التميمي الجامعة التونسية، وانت جب تقعد تتفرج. بالنسبة للبيان الثاني يمين نرجع لك انه اش قال فيه قال انه مستعد هو يترأس، هو اللي باش يترأس يظل عايش السيد رئيس بديه كوكب المريخ. احنا نقولوا له راهو فما هيئة شرعية رانا نعلموا فيه، راهو احنا والمندوبيه الجهويه للرياضه اللي تمثل وزاره الرياضه نقولوا لك راهو فما هيئه وحيده
وبعث لي هو ينزل يملك القاعة كما قال. وقال لك يعطيك الصحة وش يقول في البيان، والبيان فهمت به كل شيء. يقول لك فما زوز هيئات متنازعة، ما عنديش هيئة متنازعة. أنا جميع النزاعات التسييرية وانتخابية نقولها على الهواء نعودها مرتين. كل ما يهم النزاعات التسييرية وانتخابية في المادة الرياضية من اختصاص الجامعة التونسية كرة اليد. ما عنديش قضايا أمام محاكم الحق العام، وما ثماش اي حكم يجيني خارج الاطر الرياضيه راه باش يتنفذ. تسيست برشا الحكايه معناها اكيد معناها واضحه العمليه خرجت عن نطاق الرياضي. خرجت عن نطاق الرياضي. انا مش نلخص على ما فهمت وعلى ما فهمت الناس 90% شيء مفهوم، انه الـ 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 الهيئه القديمه بلغتنا تحط في العصا العاجله الهيئه الجديده، وشكون ممكن لاقي الدعم من المجلس البلدي، السلطه المحليه، من السلطه المحليه. معناه انا هيئه غير شرعيه تلقى الدعم من السلطه المحليه، هذا انا اللي ما نقبلوش. مع احترامي السيد رئيس البلديه، راهو امين السيد رئيس البلديه اللي قال اني مستعد اني نترأس، كان جاي يعرف انه التدخل السياسي في الرياضي مرفوض. قل لك حاجه، مين كان جات الهيئه الشرعيه اتحاد رياضي تميم اليوم تهز الملف هذا والبيان تاع مجلس البلدي وتهزوا الاتحاد الدولي كرة اليد، تتحل الجامعة التونسية لكرة اليد، تتحل اذا كان ما تاخذش موقف الجامعة التونسية لكرة اليد تدخل سياسي في الرياض. هكا تدخل سياسي ممكن. انا معاذ ما نحبش نزيد نأول الحكاية، ما نحبش نزيد نبعدها لبعيد الحكاية، يعني خلينا نقولوا انه الحكاية ماشية وتكبر. يظل ضرب الجزاء للنادي الافريقي، هذه الثانية ضيع باسيرو ضربة جزاء، وهذه ضربة جزاء الثانية. على كل تميمية الكل اللي تسمعوا فينا، وقتاش شوف وقتاش القرار باش يكون؟ معاذ ما عندكم اجتماع يظهر لي مع المكتبة؟ بعد ان عندنا اجتماع جلسة ثالثة باش نستمعوا لل معناتها ممثل قانوني الاتحاد الرياضي التميمي. فيما بعد ما نحبش نتحدث في الملف خاطر عندي زوز اعضاء معايا، معناتها نقول انا المفاوضة تجيب قولنا ستبوح بأسرارها فيما بعد. قد يكون أنا عندي توجه، زوز أعضاء معايا فيما بعد عندهم توجه آخر. كان تسألني على التوجه، فما قرارات بشكون كبيرة برشا، قرارات كبيرة، كبيرة معناها في وسط الأسبوع هذا، ممكن غدوة زيت، ممكن غدوة كبيرة جدا على الصعيد الرياضي، قرارات كبيرة على الصعيد الرياضي. نحن بالطبيعة مع واجب التحافظ للمكتب الجامعي اللي باش يخرج غدوة. لا لا مش مكتب جامعي، لجنة مركزية، لجنة جامعية مستقلة. مستقلة اما بالطبيعة باش يخرج القرار عن طريق الجامعة. لا عن طريق الكاتب العام في حق اللجنة. في حق حتى المكتب الجامعي الحقيقة باش نبداو واضحين. خاطر هما يستنكروا منكم برشا، رئيس البلدية يستنكر منكم برشا وقال معناها ندين وبشدة، خطاب متاع معناها ندين وبشدة المكتب الجامعي مش نفهموا الحكاية. ما نحبش أنا زادة كما قال المعاذ، أنا رئيس بلدية نملك القاعة أما ما نملكش الجمعية، ما نجيش أنا ندخل في المكتب الجامعي. ما نجيش رئيس بلدية مثلا اليوم القروين طاحت، يخرج رئيس بلدية يقول أنا المكتب الجامعي بقيادة وديع الجارية أنا ندينه بشدة، شنو داخلك معناها؟ سامحني سي صابر، أنا نحكي وكاية مش لا انا راني مع هذا لا مع هذا، انا ما زلت مين تشوف قلت لك بلاغ فكاهي وكاهي وقت السر، معناتها اقتصر على هذه الكلمه وانا راني مع فريق كيما منزل تميم ما يلزموش يوصل للوضعيه هذه. الكلوب لي توال ماتش مزيانه في 5 بونطوات 3-2 تذليل الفارق وسام بن يحيى في دقيقه 81 ضربه جزاء، سينو المشاكل هذه الكل ما تخليناش ما نحكيوش زاد معاذ حتى في دريج من زمان على المنتخب الوطني التونسي. ما عاد ما يفصلنا يظهر لي على حتى كأس العالم، خاطر المنتخبات الكبيرة كمنتخب وطني التونسي راهو كنقولوا تويكا سبتمبر جانفي، يظهر لي ما عرفنا المنافسين متاعنا، يظهر لي بول ماهيش سهلة بالكل. المنتخب وحيد عنده أسبقية على مستوى التحضيرات هو المنتخب المصري، قاعد يعمل معناتها في تحضيرات داخلية وتربصات متجند معناتها للتظاهرة هذه. غير هذا نفس الإشكالات ستطرح لجميع المنتخبات. لا والله انا نقول لك انه شيء ممتاز انه ما احنا من دول قليله رياضيين يرجعنا ورجعنا المسابقات بعد معناتها توقف النشاط، فحظوظنا قائمه لانه حتى اذا كان ما ثمش تحضيرات كبيره نفس الشيء باش يكون على مسابقيه المنتخبات. وانا هوني ذبي نشوف كيفاش يكون مستوى الفني بطوله العالم هذه في قولانا في غياب تحضيرات كبيره.
المنتخبات كلها فردية للاعبين وجماعية مع منتخبات. ونفس الاشكال مطروح مين كيف كيف، انه حتى على مستوى التربصات صعيب ياسر باش يجيك معناتها منتخبات او باش تخرج للخارج، لانه يعني اللي باش يخرج فما حساب تاع الكورونا تاع اليوم اللي نقول انا احترام فتره حجر ثم كي ترجع فتره اخرى والعكس بالعكس. فمش باش يكون فما برشا مقابلات تحذيريه الاغلب معناتها بالنسبه اغلب المنتخبات. فما صعوبة اليوم حتى لبعض المنتخبات اللي طالبين أنه نكون بحذاهم، لكن الوضع الصحي غير واضح في الأثناء. الحقيقة نحب نعطي كلمة باهية بالنسبة للمنتخب، أنه أنا كي نشوف دور نهائي دور بطولة نشوف شبان اليوم فما لاعبين ممتازين جايين من بعيد ينتميوا للمنتخب الأواسط وسنة أولى كبر في النجم، موجودين في الساقية في الحمامات في الترجي في بعض نسرة بلبة كيف كيف من فما حتى اللي جابوا تراح أصيل النملي تو في الفينال أكيد. ممكن أعمل أكيد. دور نهائي ممتاز أكيد. ونتصور أنا نتصور مدرب إذا كان بيش يحط بصمته زادة كيف كيف بصمته بيش يكون هوني، معناتها اليوم فما لاعبين لازم ياخذوا وقتهم من هوني العامين بطولة أفريقا الجاية فيما بعد زادة بطولة أفريقيا معناتها في اللي فهمتوا من حديثك معاذ انه حتى كاس العالم هذه باش تكون مازال التحضيريه للمنتخب باش نكونوا منها المنتخب المستقبل. امين راهو دون لي جين لدينا نتاعنا احنا عندنا ثقافه التحدي نعم. حتى كي نمشيو مشينا الجابون معناتها مجموعه ناقصه شويه معناتها هذا اللي شافوه الناس، لكن روحنا باللقب من داخل عنا الثقافة هذه. فمرأوا ماشيين المصر باش نلعبوا على اسم تونس فيش كلام، لكن في فترة ما أنا هذا اعتقادي الشخصي فيما بعد الإطار الفني إذا كان قعد مع المكتب الجامعي بيوروماتي وحطينا السياسة العامة، وأنا يظل السياسة العامة تقول أنه فما ثلاثة أربعة أسماء يزم يكونوا موجودين في المجموعة وياخذوا حظهم حظرهم. أنا كنشوف لاعب حازم باشا زوز أمتار صفر أربعة في الدور نهائي أصيل أنا نشوف في وسام حمام لاعب خارق للعادة إن شاء الله معناته ياخذ حظه في جمعيته في المنتخب، ونحضره لاعب كبير كما هذا ونحضره لاعب كما أصيل نملي، وعنا محمد أمين درمول بتبيع عنا لاعبين ركيز. أنا معناتها بالنسبة لنا زادة ما نساوش أنه عنا لاعبين كبار في المنتخب معناته أكيد بش يكونوا موجودين بش يأطروا الصغار، وهوني معناتها اليوم لازمنا نقفوا الكل مع بعضنا والمدرب نسهلوا له خدمته معنا ان شاء الله حظ موافق المنتخب. كليمة على البول اللي جينا فيه بولونيا برازيل اسبانيا يظهر لي صعبة. لكن كي يكون مقابلات صعيبة بالنسبة لي احسن تحذير حتى الدورة الترشيحية اللي باش تجي حتى عندنا دورة ترشيحية بنفس نقول انا الميزان معناتها ميزان مم حتى اكسح كرواتيا فرنسا برتغال اكسح هاي، وانا نامن انه راهو المنتخب التونسي على الميدان كيابط راهو ما يحترم حد. عندنا ثقافه تقول انه منتخبنا في نار كي ما يحترم حد قادر انه يحقق معناتها مقابلات كبيره برشا. وانا نعاودها للمره ألف المنتخب الوحيد في الرياضات الجماعيه اللي حتى كي نلعبوا مع بطل العالم نطمعوا باش نربحوا، معناها في الهون ديما طامعين باش نربحوا. حظ موفق للسامي السعيدي وللمنتخب الوطني التونسي، حظ موفق لكم انتم زاد معاذ كمكتب جامعي في الاستحقاقات القادمه، خدمه كبيره قاعدين تخدموا فيها واكيد هذايا قاعد ظاهر. شفنا النيفو حتى بعد فتره الكورونا، حتى النيفو اللي شفناه في لي دو دومي فينال شفنا سورتو دومي فينال ساقي وليتوال شفنا نيفو كبير برشا. الفينال زادة ممكن الخبره نتاع الترجي حكمت انه يحقق اللقب. زادة عندنا زوز ادوار نصف نهائيه باش يتلعبوا، جمعيه الحمامات تستضيف ساقيه الزيت والنجم الساحلي باش يستضيف الترجي الرياضي التونسي. دونك نجم نشوفوا زادة فينال اخر كما نجم نشوفوا فينال البطوله يتعاود في الكوب كما نجم نشوف فينال واحد اخر. هذا كل يبقى في الأسبوع القادم مش نعرف شكون طرفي الدورة النهائية. مشكور معاذ مرة أخرى، شكرا على الاستضافة، وديما تعرف أنه احنا كونوا فرحانين كي نكونوا بحذاكم، وإن شاء الله المعلومة وصلت اليوم. إن شاء الله المعلومة وصلت، وإن شاء الله صرحة كبير كما الاتحاد الرياضي التميمي يرجع إلى سالف عهده ويرجع إلى التكوين ويرجع ليش لا إلى لعب الأدوار الأولى
قبل ما نودعوكم نذكركم بنتيجة النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في 87 دقيقة لعب 3-2 للنجم الرياضي الساحلي، سليمان كوليبالي في دقيقة 28 و59 ويهاب المساكني في دقيقة 30، النادي الافريقي خليل قصاب في دقيقة 68 ويسام بن يحيى في دقيقة 81، مع العلم باسيرو كومباوري ضيع ضربة جزاء في دقيقة 75، بن قردان متقدم على الاتحاد الرياضي المناسيري في ملعب منصف بن جنات واحد بلاش هدف فخر الدين العوجي في دقيقة 27. حمايدة القنبري مشكور على الحضور وكالعادة تكون حاضر معنا في التحليل الفني. في الإخراج يسرى كانت معنا، أحمد المناري في الإخراج الرقمي. هذه كانت آخر حصة يسرى ضحكت لي لكابونيستا في الموسم الصيفي. أبارتير من الجمعة الجاية باش نكونوا في البرمجة الشتوية في نفس التوقيت من 6 ل 8. أنا محمد من أهلين، ما بقى لكم شكرا لكم في